ونرجع نكمل باتريس كانتيلون ماذا قال. Good afternoon, my friend. I wanted to wish all of you all the best for tomorrow's game against Mamelodi Sundowns. I know we are disappointed with the first game, but you know in football, anything can happen. Anything can happen. The only thing I know is that nothing can happen without you. I really need you to support. هو ده هي دي الروح، هي دي الروح اللي احنا شايفينها. ده شيء بيحدث او لا شيء يحدث بدون جماهير. هو باتريس كارتيلون بيقول هذا الكلام لان هي دي الحقيقه. طيب خلوني برضو اقول لكم رساله من مانويل جوزيه. مانويل جوزيه انا كنت بكلمه امبارح، انا كلمته الحقيقه يوم عيد ميلاده وقلت له كل سنه وانت طيب، وبعدين كلمته امبارح عشان اطمن عليه مره اخرى لانه كان مهم. كلمت معاه وانا بتكلم معاه، فاتكلمنا طبعا عن المباراه وبقول له ان الماتش صعب. عارفين قال لي ايه؟ انا مش استغربت لان انا عارف الراجل ده بيحب النادي الاهلي قد ايه، ولكن مانويل جوزيه قال لي اسلام ذيس از اهلي، ده النادي الاهلي بس، ما قالش اكتر من كده. خلاني الحقيقه سكت وكلمته في حاجات تانية. قال لي ده النادي الاهلي ودول لعيبه النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي. رسائل من الجميع، رسائل من الجميع، رسائل تجتمع على شيء واحد فقط، وهو ان جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاساسي في هذا الموضوع. طيب خلينا بقى واحنا